أفكار جميلة تتناسب مع ظروف المجتمع، ندعو الكل للمشاركة. عشان كده أنا كنت بقول لك إيه اللي أنا بقوله في بداية الحلقة خالص، هو جزء لا يتجزأ يمكن من وقائع هذا المؤتمر اليوم أو هذا الحدث اليوم. الكل لازم يشارك، وأنا زي ما هرجع أقول لك، الطبقات المتوسطة وهي طبقات بالمناسبة، والطبقات الأقل من المتوسطة بالتأكيد لا تستطيع المشاركة، وده مفهوم جدا. البعض يقدر يشارك بمجهوده التطوعي، أما الطبقات الأعلى دخلا في مصر مش بالضرورة يكونوا رجال الأعمال، الأعلى دخلا هناك موظفين كبار في مؤسسات في الشركات إلخ إلخ إلخ. خلونا نحاول قدر الإمكان نساهم في رفع معاناة عن أهالينا في عموم الجمهورية. معنا على التليفون دكتور هالة صلاح، المستشار الطبي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أهلا بك يا دكتور. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. والله كله زي الفل يا رب لله. دايما خليني الاول يمكن اسال سؤال استهلالي، الا وهو اهمية هذا المؤتمر، يمكن ده المؤتمر الاول لهذا التحالف، بتشوفوه مهم الى اي مدى؟ هو حضرتك كان لازم بعد المجهود اللي تم في الفترة اللي فاتت المجتمع يشعر بتأثيره على الناس، وقد ايه الاهتمام اللي تم وقد ايه المجهود اللي تم. فالنمرة واحد كان لازم كل المواطنين يشعروا بدور اللي قام بيه التحالف في الفترة السابقة. الحاجة الثانية، احنا شعرنا ان في عدد اكبر من الكيانات عايز ينضم، فكان لازم احنا نقف ونقول احنا وصلنا ل 24 كيان، كملناهم 30 كيان، احنا قدرنا نعمل الحاجات دي كلها وان شاء الله، بس طموحنا اكبر من كده بكتير. فبيبقى شيء من ان حضرتك بتقول مجهودك شكله ايه، واللي ينضم معانا اهلا وسهلا، ويبقى عارف ان اللي هينضم هيستفيد ان هو هيبقى متشاف من كل الناس ومجهوده دايما هيتبروز. حاجة تانية، فخامة الرئيس الحقيقة فعلا زي ما فخامته قال، هو متابع شغل التحالف، فكان ده الوقت المناسب جدا ان الناس وكل المواطنين يشعروا بالمجهود اللي تم خلال الفترة السابقة، برغم ان احنا ما كملناش سنة لسه، بس هو الحمد لله التوفيق كان من ربنا كبير. الحمد لله. طيب ما كملناش سنة لسه وبنبدأ سنة 23 ممتدة معانا اهو 12 شهر إلا 9 أيام تقريبا، ويجي هنا السؤال، احنا مستهدفاتنا ايه في 23 باذن الله كتحالف، ويمكن تحديدا في قطاع الرعاية الصحية او القطاع الطبي من خلال التحالف؟ تمام يا فندم، واحنا كنا وصلنا لخمسة مليون مواطن، هنحاول نوصل لستة، بس انا اتعشم ان احنا نوصل لاكبر من كده، لان احنا دلوقتي تقريبا عندنا زي خريطة عارفين توزيع المواطنين عن طريق الجمعيات القاعدية اللي موجودة، فبنقدر نحدد احتياجات كل منطقة، لان كل منطقة تكوينها السكاني واحتياجاتها مختلف عن الاخر، فهنقدر فعلا نوزع المساعدات او دور التحالف يوصل لكل، مش كل بيت، انا بقول لهم كل فرد. فاحنا كنا وصلنا لخمسة مليون تقريبا، نتعشم ان احنا نوصل لستة مليون واكتر. التحالف عشان يكمل شغله لازم يتعامل مع قاعدة عريضة من المستشفيات. التحالف عنده مستشفيات متخصصة زي القلب والكبد والأورام، ودول عملوا الحقيقة مجهود جبار وليهم قاعدة عريضة من المرضى بيتعاملوا معاهم، بس احنا بنضطر كمان نتعامل علشان عدد المرضى مع المستشفيات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، فهيزيد الدعم ليهم من 110 مليون ل 600 مليون علشان يقدروا يساعدونا في علاج المرضى. يتبقى مشروع الأسرة الصغيرة، إن شاء الله بإذن الله الخدمات الطبية اللي هتقدم في هذا المشروع هنقوم بها بدور كبير قوي في 23. طيب ده ممكن يخليني برضو أروح لسؤال أخير، يعني دكتور أنا آسف بطول عليكي، هناك أكيد بعض الأسر أو حتى الأفراد بيبقوا غير مسجلين في قواعد البيانات بتاعة المشاركين أو الجمعيات المشاركة في التحالف، نعمل إيه مع الناس اللي لسه مش مسجلة في قواعد البيانات، أو بالأدق هنوصل لهم إزاي؟ بس هيداك، هو كان في ملحوظة وإحنا بنبدأ الشغل إن كل جمعية ليها قاعدة بيانات الخاصة بيها تبع نشاطها، يعني مخصصين انهم يدوا علاج بروشتات، في ناس بينقلوا مرضى للعلاج. ميزه التحالف ان احنا لما قعدنا مع بعض كملنا القاعده دي بقدر كبير. المرحله اللي جايه اللي غير مسجل احنا بنتواصل مع الجمعيات القاعديه ودي بطول مصر كلها على ان هم يتواصلوا مع بقيه اللي هم غير مسجلين ونقدر نضمهم. الحقيقه برضو بيت الزكاه المصري عنده قاعدة بيانات رائعة ومنقحة، فالتكامل بيننا وبين بعض في المؤسسات خلانا نتشارك في هذه القواعد.
اعتقد ان الجزء الباقي اللي غير متشاف هيبقى قليل قوي، وفعلا في نيه ان احنا نستكمله خلال الاسابيع القادمه ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور هاله، كل الشكر. دكتور هاله صلاح المستشار الطبي للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.